لا مجال للهروب من حالتهم في ظل الواقع المؤلم سوى إلى هذا المكان، حيث يتجمع عشرات الأطفال هنا وسط مدينة جعار لوجود متنفس وحيد يحاولون من خلاله الخروج من دوامة القلق التي باتت تشكل وجه المدينة وهي تحتفل بالعيد. كما تشوف أطفالنا يعني بحاجة إلى ملاهي، بحاجة إلى منتزهات. عندنا منتزه الآن ما تم اكتماله، زي ما تشوف يعني هذا جزء بسيط من الأطفال، بقية الأطفال فين تروح؟ على الرغم من توتر الأوضاع وتأزمها مؤخراً، إلا أن الطفلة ريهام وهي أحد الأطفال الذين يرتادون المكان باستمرار لا تزال تحتفظ بأمنيتها في الحصول على متنفس تستطيع الاحتفال فيه بالعيد، خصوصاً وأنها كغيرها من الأطفال الذين شكلت الصراعات المتفاقمة بالمحافظة أثراً في حرمانهم من الفرح خلال مناسبات العيد. مناسب للألعاب للأطفال، يعني عندما نروح في العيد يكون مناسب. لا، في السنوات القليلة الماضية كانت السلطات المحلية في محافظة أبين تتحدث عن اعتزامها إنشاء حديقة ألعاب مصغرة للأطفال في مدينة جعار إلى جانب إعادة تأهيل حديقة الشهداء في زنجبار، لكن الأحداث الأخيرة جاءت لتعفي الحكومة على ما يبدو من كل تلك الوعود، حتى وإن كانت ملامح الأطفال ما زالت تحتفظ بالقليل من الأمنيات. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.